الخير على كل أوفياء الإذاعة القريبة منكم ميد راديو. أهلا وسهلا بكم معنا في حلقة جديدة اليوم من برنامجكم صحة وسلامة. هي أولى حلقتنا خلال هذا الأسبوع، وأكيد على أنه البداية من كل أسبوع كتكون رفقة الأستاذ محمد الحليمي أخصائي في التغذية الصحية والحمية العلاجية. قبل طبعا وفي الحلقات الماضية هي كانت سلسلة من الحلقات اللي هي خاصة بالتوتر والضغط النفسي وعلاقته بالتغذية. عرفنا مجموعة من المعلومات ومجموعة من الحلول وكيف ممكن أنه التغذية يكون عندها دور مهم جدا في الحالة النفسية ديال كل واحد فينا. اليوم غادي نمشيو الموضوع مهم كذلك، فاليوم موضوعنا عن التغذية وعلم الجينات. هو موضوعنا اليوم من خلال برنامجكم صحة وسلامة. أرقام التواصل معنا غتكون هي دائما مفتوحة وراء الإشارة 05 22 46 72 50 51 أو 52. بإمكانكم كذلك تواصلوا معنا عن طريق الرقم 50 80. ما عليكم إلا تكتبوا كلمة صحة SHA كتخليوا فراغ صغير وكتبعثوا بسؤالكم في رسالة SMS للرقم 50 80. فغادي نمشيو مباشرة عند الأستاذ محمد الحليمي، هو معنا على الخط اليوم باش غادي نناقشوا معاه الموضوع اللي خاص بالتغذية وعلم الجينات وشنو العلاقة بيناتهم. مجموعة من الأسئلة ومجموعة من المعلومات كذلك غادي نعرفوها من خلال برنامجكم صحة وسلامة على ميد راديو الإذاعة القريبة منكم. صباح الخير أستاذ الحليمي، أهلا وسهلا بك. تحية لك أختي عفاف، وتحية لفريق العمل وأسرة ميد راديو، وتحية للمستمعين الكرام، وصباح الصحة والسلامة للجميع إن شاء الله. شكرا لك أستاذ الحليمي، كيف حال طه؟ الحمد لله. اليوم ان شاء الله وصل الحليمي كيف ما يعني شرط المستمعين الكرام موضوعنا على التغذيه وعلم الجينات. فاحنا دائما عودنا المستمعين الكرام عودناهم على انه بشرح مبسط وقريب لهم، يعني بعض المرات ولو كتكون مسائل اللي العنوان ديالها ربما كيبان لهم انه معقد، لكن عودتينا انه كتبسطوا المستمعين الكرام وهكذا فالكل كيفهموا. فقبل ما غادي نتكلموا على علاقه التغذيه وعلم الجينات، خلينا نقربوا المستمعين الكرام اكثر لهذا العلم، هذا علم الجينات. نعم، هو أولا بالنسبة لله سبحانه وتعالى يبدأ بالقرآن، يبدأ بكلمة اقرأ، ولكن بشرط أن الله سبحانه لأننا نحن أمة اقرأ للأسف لا نقرأ، والله سبحانه وتعالى يبدأ بالشرط اقرأ، ولكن ماشي قراءة أو أفكار استهلاكية كما كنعيشوا في العصر الحديث. خاصة تكون عندنا أفكار إنتاجية، والله سبحانه وتعالى يبدأ كلمة اقرأ ولكن يعطى بها شرط، اقرأ باسم ربك الذي خلق. معنات أن الإنسان خاصه يقرأ ولكن ويدبر في الأمور، ولكن دائما تكون في نطاق وفي إطار الإسلام. لما نتحدث عن جسم الإنسان، والمستمعين الكرام غيكونوا لاحظوا هذه المسائل اللي كنت كنعاودها بزاف، اليوم غادي نفصلوا فيها إن شاء الله. الجسم ديالنا هو تجمع أعضاء، واخا، والأعضاء هي تجمع خلوي، يعني واحد مجموعة من الخلايا، واخا. والله سبحانه وتعالى الى مشاو المستمعين الكرام غادي يمشيو لصوره الانسان، واخا، هل تعالى الانسان حين من الظهر لم يكن شيئا مذكورا. لو غير مشاو لصوره الانسان وحسبوا عدد الكلمات لربما المستمعين اول مره غادي يسمعوا هذه المعلومه، لان هذه الاشياء هاديه، والحمد لله احنا في القران الكريم والعلوم دائما موجوده في القران الكريم، لان الله سبحانه وتعالى هو فاطر. شنو معنى فاطر؟ كاين سوره سميتها سوره فاطر، واخا، كما ان كاين سوره النساء، لان الناس ما كيحضروش بعض المرات كيبقى يقولوا المقارنه بين الرجال والنساء. الوغ النساء الله سبحانه وتعالى كرمهم سوره سميتها سوره النساء، واخا. الوغ كاين سوره سميتها سوره فاطر، وشنو معنى فاطر؟ هو الخلق من عدم بدون نموذج مسبق، عكس الكائن البشري. الوغ ملي كيمشيو المستمعين يمشيو سوره الانسان يحسبوا عدد الكلمات، يحسبوا عدد الكلمات من بدايه السوره الى اخر كلمه قبل ذكر اسم الله، غادي تلقاوها 46 كلمه. 46 كلمه شنو كتعني؟ اولا سوره الانسان معناتها خلق الانسان، وعاد الله سبحانه وتعالى كيبدا به على هل تعالى الانسان حين من الظهر لم يكن شيئا مذكورا، معناتها خلق الانسان. واعمق من هذا، وانا كنت شرت لها في الحلقات الماضيه، ما فيها باش نعاودوها. في اللغه العربيه هناك 28 حرف، في اللغة العربية 28 حرف. في جسم الإنسان 28 حمض أميني، اللي ما زال كيهضر على 20 و21 يراجع المعلومات ديالو، كاين 28 حمض أميني في جسم الإنسان. الله سبحانه وتعالى قال الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان، عطى مثلث الإنسان النفس والقرآن والبيان. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان، علاش الله سبحانه وتعالى كنعرفوا احنا القرآن الكريم يعني منزل من اللوح المحفوظ، الترتيب مهم، العدد مهم، الكلمات مهمة،
الوغ علاش الله سبحانه وتعالى جمع بين خلق الانسان وخلق القران؟ الرحمن علم القران خلق الانسان. الوغ جسم الانسان فيه 28 حمض امين، الحروف الابجديه كاينه 28، من كنجمعوا حرف زائد حرف كيعطينا كلمه في القران الكريم، مي كنجمعوا حمض اميني زائد حمض اميني في الجسم الانسان كيعطينا بروتين، مي كنجمعوا كلمه زائد كلمه في القران كتعطينا جمله، مي كنجمعوا بروتين زائد بروتين في جسم الانسان كيعطينا خليه، مي كنجمعوا جمله زائد جمله في القران الكريم كيعطينا ايه، مي كنجمعوا خليه زائد خليه في جسم الانسان كتعطينا نسيج، مي كنجمعوا ايه زائد ايه في القران الكريم كتعطينا صوره، مي كنجمعوا نسيج زائد نسيج في القران في الجسم الانسان كيعطينا عضو، مي كنجمعوا صوره زائد صوره في القران الكريم كتعطينا القران، مي كنجمعوا عضو زائد عضو في جسم الانسان كيعطينا الانسان. وبالتالي الخلق الانسان وخلق يعني فيه واحد الاعجاز كبير بزاف. الوغ هذه الكلمه 46 حرف اللي كاين 47 كلمه اللي كاينه في سوره الانسان وخلق الانسان وكيفيه خلق الانسان هي عدد الجينات اللي عند الانسان 23 زوج، واخا 23 زوج في الانسان. الوغ شنو كنستافدوا من هذا الشيء كامل؟ ربما المستمعين والمستمعات يسمعوا علم الجينات حنا نبسطوا بشكل بسيط جدا، واخا الوغ حنا دائما كنقولوا شنو الشعار ديال باش الناس يفهموا من الاول. الشعار ما تكتبه بتصرفاتك كتطبع الحياه ديالك، بحال واحد المطبعه كتطبع مثلا. الوغ بالمحافظه حنا لان التغذيه هي اللي كتحافظنا على هذا، بالمحافظه على الجسم كنحافظوا، ومين كنرجعوا للتوازن. شوف الله سبحانه وتعالى والسماء رفعها، يعني رفع السماء حط الله سبحانه وتعالى في مرتبة الميزان، والسماء رفعها ووضع الميزان. وشوف الله سبحانه وتعالى ما قالش التوازن، قال الميزان، لأننا مش ممكن أننا نخطئ في التوازن، ولكن ما من حقناش نخطئ في الميزان. بحالاش؟ بحال الميزان ديال الذهب، مين كيمشيو الأمهات ويمشيو يشريو الذهب، أنا قلنا للناس اللي كيبيعوا مثلا الخضرة ولا يقدر شي نهار يكون غلط في التوازن، مثلا ما قادش الميزان مزيان ما قادش، ولكن ما يمكنش يغلط في الميزان اللي كيوزن به، لان ذاك الميزان الا كان غلط غادي يكون غلط في البيع والشراء كامل، واخا اما غادي يضيع هو اما غادي يضيع هذاك اللي كيبيع له، وما خصنا يضيع لا هو ولا هذاك اللي كيبيع له. هذا هو الميزان. وشنو الميزان والتوازن؟ والسماء رفعها ووضع الميزان، لان ممكن نغلطوا في التوازن ولكن ما خصناش نغلطوا في الميزان. الميزان شنو كيسمح لنا في الجسم ديالنا؟ كيشوف الله سبحانه وتعالى الدم فيه سكر 1 غرام. وعلاش 1 غرام؟ لان الله وحيد، شوف عطانا الرقم الواحد، واخا الا فات 1 غرام مشكل، هبط تحت 1 غرام مشكل، واخا. الوغ الميزان كيعطينا في الجسم البنيه والرقي بالوظيفه الاقصى حد، لان الا وصلت الوظيفه الاقصى حد هذا هو الجسم القوي، لان احنا بتصرفاتنا ضيعنا بزاف ديال الطاقه على الجسم ديالنا لواحد الدرجه كبيره. الجينات شنو هما؟ الجينات الوغ مي كنمشيو نشوفوا الخليه، في وسط الخليه كاينه واحد ما يسمى بالاد دي ان، واخا هذه المسائل هذه ماشي ضروري يعقل عليها المستمع، حنا اللي خصنا نخرجوا هو الخلاصه المسائل العمليه. فيها هذه الخليه فيها الاد دي ان، ووسط الخليه كذلك يسمى الميتوكوندري او المتقدرات. شنو هما هذه المتقدرات؟ هما اللي كتنتج منهم الطاقه. علاش؟ لاننا حنا من المفروض اننا ناخذ طاقه الشمس في الاكل ديالنا وفي الاشياء اللي كنتلقاوها، ولكن ما كنقدروش نوصلوا للشمس. الله سبحانه وتعالى عطانا واحد الوسيط جميل جدا هو التغذيه. علاش؟ وكنتحدث عن التغذيه الطبيعيه، ملي كنشدوا الغذاء الطبيعي، هذاك الغذاء الطبيعي خدا الطاقه من الشمس عن طريق شنو؟ عن طريق الاشعه لوترا فيولي، يعني اشعه فوق البنفسجيه، وخداها عن طريق التركيب الضوئي الفوتوسينتيز، وعطاها لنا سو فورم ديالهاش ديال هذا الغذاء اللي كناخذوا. الوغ علم الجينات شنو هو؟ هو واحد تكون ديال الاد دي ان، عندنا الاد دي ان، ولكن اللي عاد انتبهوا له العلماء واللي كنت ديما انا كنهضر عليهم المستمعين كانوا كيسمعوني كنقول ليبي جينيتيك ماشي لا جينيتيك، ليبي جينيتيك. علاش؟ لان لا جينيتيك كتقول عندك الاد دي ان، ليبي جينيتيك كتقول عندك ليكسبرسيون تعبير ديال ذاك الاد دي ان. هذاك الاد دي ان هو واحد اون اوف، مثلا يقدر يكون عندك، لان وكلنا عندنا الكائن البشري كامل عنده الخليه السرطانيه، ولكن الخليه السرطانيه بحال ذاك البوله، الا ما مشيتيش بيدك
ونطتي وتحركتي ودرتي واحد لافور ويكون كده يزدو وتبرك على ذاك البريز ديال الضو، عاد كتشعل ذاك البولة ديال السرطان. ألوغ حنا في الجسم ديالنا عندنا لا جينيتيك، عندنا ذاك الدائن، عندنا هاد المورثات، ولكن خاصنا ليبي جينيتيك سي ليكسبرسيون ديال لو كود جينيتيك سولون لي سيركونستانس ديال لونفيرونمون. هاد لونفيرونمون هاد اللي كنهضروا عليه حنا هو التغذيه. معنى التغذيه هي ذاك القاطع الكهربائي اللي كيشعل لك هذوك الجينات ديال المرض، وبالتالي اكل الدهر وشرب على كلمه وراثي، لان بعض المرات الناس ما كيقولوا للمريض كنقولوا وراثي، والمريض ما كيقولوا لوراثو كيسكت. الوغ الوراثه شنو كتعطي؟ كتعطي شي حاجه ايرفيرسيبل يعني غير رجعيه. ليبيجينيتيك كتعطي شي حاجه ريفيرسيبل، وهذا هو الامل. من هنا من الوراثه تحولنا الى هاد ليبيجينيتيك، الوغ من هنا تحولنا الى ردينا من الالم، قلبنا الحروف ورجعناها للامل، ومن هنا كيبدا الامل ديال الكائن البشري بانه ممكن يغير حياته راسا على عقب فقط بالتصرفات ديالو. ومين كنقولوا الحياه كنقولوا الجسم والذكاء، كنقولوا التغذيه. الوغ بخلاصه هذه الفقره الاولى بان التغذيه تتحكم فاش في الجينات ديال الانسان وفي التعبير ديال الجينات، وبالتالي اي مرض ممكن اننا نتشافوا منه. نعم نرجع لعندك دائما الاستاذ محمد الحليمي، اخصائي في التغذيه الصحيه والحميه العلاجيه، وفي حلقه اليوم من برنامجكم صحه وسلامه موضوعنا فيه على التغذيه وعلم الجينات. مرحبا بتواصلكم معنا على 0522 46 72 50 51 او 52، بامكانكم كذلك تواصلوا معنا عن طريق الرقم 5080. الا كتبتوا كلمه صحه SAHA خليتوا فراغ صغير وبعثتوا بسؤالكم للرقم 50 80 فاصل وراجعين. وغادي نمشيو هاد المره باش نتواصلوا مع المستمعي الكرام في اول مكالمه معنا. ليلى على الخط من سلا. صباح الخير ليلى. الو صباح الخير، السلام عليكم. وعليكم السلام. صباح الخير الاستاذ. اهلا وسهلا. الله يخليك، انا الاتصال ديالي الا بغيتي تقول واحد بحال قطعه نقديه عندها جوج الوجوه. بغيت نجيب واحد الشهاده يعني الشخصيه ديالي، يعني الحاله ديالي الصحيه، ونتمنى الاستاذ نقول شي امور هذا، ونتمنى الاستاذ الا وافق في شي مسائل هذه الشق الثاني يعني يذكر بها الناس، وتبارك الله يوصلها بواحد الطريقه يعني ما شاء الله راه هو يعني ضليع في هذه الامور. الو استاذ الله يجزيك بخير. انا عندي اون سبوندغرافي تونكيلوزونت، وتكتشفت عندي ملي كانت عندي 20 عام، انا دابا عندي 38. وكانت واحد الدكتوره هي اللي يعني اقترحت عليا لي تيست جينيتيك اللي خرب رايته. دونك عندي لونتيجين اش ال ا بي 27. يعني كنت صغيره وما فاهماش وما عرفاش وهذا، مع مرور الوقت السيده يعني كبرت، البروفيسور ما بقيتش شفتها مازال، ما كتشوفش الناس لان كبرت. بقيت يعني بقات غير ابحاث شخصيه، قلبت في الانترنت، قلبت في الكتبه، قلبت في امور، واقتنعت بشي حوايج. وجو سو سيغ الاستاذ غيفهمني علاش كنتكلم. بالنسبه للماكله يعني التغذيه، جي ادوبتي اللي تيسميوه لاليمونتاسيون ايبوتوكسيك، يعني الماكله خاصها تطيب ما تطيبش على نار مجهده. يعني بحال قلتي الماكله الطبخ المغربي هي الطريقه المزيانه، لان كنغليو ولا كنفورو شي مسائل. القليل لا، الشوي لا، اوكازيونيلمون مره حيد شي مواد يعني اللي كيتكلموا عليها خاصها تحيد. لي بروتين انيمال بديت يعني شنو نقول لك، اللي ما اتفقش معايا انا حاله زعما شهاده لله، حيد لي برودوي ليتي يعني من الطرف، جمعت كل شيء وحيدت داك الشيء كامل، ما عندي ما ندير به. نقصت لا فيوند روج بواحد الطريقه كبيره بزاف. وكان كل فخوي ولي ليغوم يعني بالزيد. وغير اونتر بارونتيز الا سمحتي نفتح واحد القوس، وحيت لي تو سكي يعني اليمون، اي ماكله في البواطه حيدتها. اييه المعلبات. نعم، واسهل حاجه هي نحل المعلبات ونخلط هذاك الشيء ونحط لوليداتي ونجلس. ولكن اللي بغى صحته يعني يدير واحد المجهود ويعطي الرسو غير فرصه، هذه الفكره اللي بغيت نقول. ونتمنى الاستاذ الا اتفق معي في شي امور ما شاء الله يوصلها الناس بواحد الشكل بواحد الطريقه. ليلى انا سؤالي. نعم. اليوم حالتك الصحيه كيف عامله؟ نحمد الله ونشكره لله. كاين دي او ديبا، الاستاذ راه عارف شنو هي المرض دي او ديبا. مي الحمد لله كما كنقولوا جو غوفيان دو تخي لوان. الحمد لله. كنت في واحد الحاله اش غادي نقول لك، لا حول ولا قوه الا بالله، دوزت فيها لي غروسات ديالي، دوزت فيها اش غنقول لك، تراكي في عدد الحوايج حتى في خدمتي، لان سيت اون مالادي كما كيقولوا مفششه.
كيبان داك الشيء ملي كيبغي وكيمشي ملي كيبغي. وخليلة شكرا لك، وانا كنشكرك بزاف على التواصل ديالك معنا، وبين يعني ما شاء الله عليك بغيتي تفيدي المستمعين الكرام، فشكرا لك ليلى لانك تواصلتي معنا، وانا عارفه على انه استاذ الحليمي كذلك بحالي كيفرح بزاف بهذا النوع من الاتصالات ديال المستمعين الكرام اللي الحمد لله وصلوا لواحد الدرجه ديال الوعي. اليوم استاذ الحليمي بدينا كنشوفوا ناس اللي ما كيكتفيش غير بالهضره ديال الطبيب، وانما لا حتى هو كيدير مجهود وكيقلب وكيبغي يعرف النوع ديال المرض ديالو، كيعرف شنو هي الاعراض اللي حتى الا ما بانش ديك الساعه راه كاين احتمال انها بان مستقبلا، فكيكون مستعد ليها، كيقلب على شنو هي التغذيه اللي غتوالم الصحه ديالو وغتوالم الادويه اللي هو كياخذها، فالحمد لله هادشي راه كيفرحنا. نعم هو فعلا هو كما كنقولوا من كنا صغار اوتيت من العلم الا قليلا، والراس الصغير ديما كيكون هو اللي كنقولوا حنا المغاربه خص راس كيكون صغير. نعم باش تعلم. فوالا باش تعلم، لان مهما وصلتي، لان كاين واحد بين قوسين بعض الريوس لي ربما كيقولوا بانهم وصلوا لواحد الدرجه اللي هي كبيره، مع العلم ان العلم كيفاجئ. انا نعطي نكمل اولا اخت مشكوره على المداخله، لان مداخله قيمه ومداخله يعني رائعه، والنقط اللي هضرت عليها هي النقطه اللي بين قوسين ناقشناها في الموسم اللي داز والمواسم الاخرى. الوغ انا نعطيها واحد اشاره واحده، الله سبحانه وتعالى كيقول، انا قلت دائما انت لك ان تختار إما حياة الذباب أو حياة النحل. إلا اخترتي حياة الذباب وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذون منه ضعف الطالب والمطلوب، واخا هذه حياة الذباب متفرقة وكتنقل الأمراض، كنتي باغي تعيش حياة النحل حياة الجماعة، بسم الله الرحمن الرحيم وأحارب ربك إلى النحل أن يتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعيشون. والله سبحانه وتعالى شنو كيقول، وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم فلا تبصرون. يعني كاين شي حاجة في الأرض وفي الجسم ديالنا خاصنا نشوفوها، ولكن الله سبحانه وتعالى أفلا تبصرون. ألوغ نشوفوا حنا فقط داك الشيء اللي نقدروا نشوفوا بالبصر بلا ما ندخلوا للبصيرة، واخا. ألوغ الخلية ديال النحل في نفس اليرقات في الميم اللي كيتسماو لي لاغف ديال لي زابي، في نفس اليرقات هذيك اليرقة إلى العاملات عطاو لذاك اليرقات، وهذا هادشي كيعرفوه النحاله، كيعرفوه الناس اللي كيديروا النحل، واخا الناس اللي دارسين النحل، ماشي كنهضرش على الناس اللي ما دارسينش النحل، لان اقرا، انا قلت القران بدا باقرا ولكن بشرط باسم ربك الذي خلق، واخا الوغ العاملات الى عطاو لذاك اليرقات ذاك لي لاغف ديال لي زابي، الى عطاوهم لا جولي غويال زائد واحد بوي ديال لاغفيغ ولا شي حاجه زائد لا جولي غويال، كتخرج هذيك اليرقه، كتخرج هما نفسهم نفس اليرقات كامل، لان اليرقه اللي كتجي منها العامله كتجي منها الملكه في 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 خلايا النحل. الوغ الا خدات غير لا جولي غويال بوحدها، الوغ الا خدات غير لا جولي غويال بوحدها كتخرج ملكه، وبالتالي شوف لان حتى اليرقات كيكونوا اذكياء، لان هما اللي كيختاروا هذيك اللي غتسيرهم. الوغ هنا الديمقراطيه وعلم الاجتماع وعلم الاقتصاد وعلم البناء وعلم والهندسه كلها كاينه عند مجتمع النحل، وبالتالي خاصنا نستفدوا منه حنايا، ماشي غير ذاك العسل واوحى لانه عنده وحي. الوغ فقط بالتغذيه هذيك اليرقه ممكن ان تكون عامله وممكن ان تكون ملكه، وهنايا كنقولوا سي ليبيجينيتيك وخاصة التغذية. ألوغ بالتغذية ممكن أن يكون عندنا ذكاء مرتفع ولا ذكاء شوية ولا ذكاء هابط، ممكن يكون عندنا صحة وممكن يكون عندنا مرض، وذاك الشيء الله سبحانه وتعالى وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم. نعم غادي نمشيو وصل الحليمي من بعد ليلى من سلا هاد المرة باش نتواصلوا مع نعيمة على الخط معنا من قنيطرة. أهلا بك نعيمة. ألو صباح الخير. صباح النور لالا نعيمة. أول حاجة الراديو اللي حداك طفيه ولا بعدي عليه وسمعينا من التليفون ماشي من الراديو، لأنه داك الصدى ديال الصوت راه كيخلق واحد الإزعاج حتى بالنسبة للمستمعين الكرام. شكرا لك نعيمة. مرحبا نعيمة تفضلي. تنشكركم بعد على هذا البرنامج اللي راه مفيد، زعما ما قدرتش نتصوروا لكم شحال نفعتونا. وأنا عفاك ما نقول لك شنو علاش أنا عيطت، جو فغيغين بارونتيز غير بارابور لهاد السيده، داكشي اللي قالت هاد السيده. انا عندي لونتيجين ال اش بي 27 وقبل ما نعرفو والله عرفتو هادي عامين، وقبل ما نعرفو جافي انورميمون سوفير اكستريم فاتيك، ظهري تيضرني، المهم والاطباء حتى واحد ما عرف شنو عندي، وهادي عامين
عاد اكتشفته. ومني خرجت على غوتخيت وعندي الوقت باش نراقب الماكلة ديالي وسيغتو بالفضل الإذاعة ديالكم هذه جو لاسولي العفو لله. تنشكر بزاف دكتور الحليمي لأن نبهنا بزاف على الأهمية ديال التغذية. أنا قبل مني كنت خدامة ما عنديش الوقت، كان كما كيقولوا كنقضي باش ما كان المهم نمشي لخدمتي، ولكن دابا مني عندي الوقت بديت كنراقب الماكلة وتنتبع حرفيا داكشي اللي كيدور يقول الدكتور الحليمي. والله القسم وثيقوني ان حالتي الصحية بلا ما ناخذ لا دواء لا والو والله الا تحسنت بواحد الدرجة ما كتصورش. الحمد لله. بحيث انا كانت في واحد لافاتيك اللي انيكسبليكي اوكا ميتسان بي زعما فوكاع بالخاف ولا تيقول لي ربما حالة نفسانية هذه وكيعطيوني لي فورتيفيون هذا مي سان لافي اوكان رول. ولكن مني بديت كنراقب الماكله ديالي وكنتبع داكشي اللي كيقول الدكتور الحليمي ما فيهم هذا الخميره البلديه، واللي لاحظت ان الطحين ديال الفورس هذاك غير تنبدا ناكلو كترجع ليا لا فاتيك. دابا حيدته نهائيا، تندير غير خرج خبز الزرع بالشعير وبالقمح بالنخاله والله واحد الراحه تنحمد عليها الله. الحمد لله. حيت انا ما كناخذ لا دواء لا والو والحمد لله جو مي سون فريمون بيان. هذه اونتر بارونتيز بارابور داكشي اللي قال السيده. ولكن انا علاش دابا نهضر عليه، عندي حاجه واحده اخرى وهي انا عندي لي زونتيكور اونتي تيليك باريتاب دو ليستوما كانوا غادي لقاوها لي هادي شي 4 سنين، ودابا لاحظت وقعت لي غير نعم لاله نعيمه خوي نعم كندير فيه التفاح والليمون والخيار. شنو هذا؟ شنو هذا اللي كديري فيه التفاح والخيار؟ انجي انجي كنعصر الصباح على عصير. اييه الصباح كيعجبني وتلقى فيه راحتي، ولكن بارفوا تيتقل لي على المعده. واليوم وقعت لي بحيث ان كنبدا راسي كيبدا يتزير عليا وجي دو روتورني لو لي مالونجي تيلمون جو مسوي سونتي مال الوغ كو زعما داكشي اللي كناخذ توتي ناتوغيل جو دورونج اون بوم الخيار. واليوم زدت معاه لي غيزان بالعظام ديالهم حيت كيقول لك العظام مزيان ما تنقدرش ناكلهم هكذا، قلت غنديرهم في الميكسور باش يمكن ليا لو جو تي تري بون. ولكن كيضرني و جي با كومبري واش سي اون رابور مع هاد لي زونتيكور دو ليستوما اللي عندي ولا شنو. واخا نجاوبك ساعه فكرت هاد هاد لو جوس من ساعه كتاخذو انا كي كنفيق بحال مع ديك او نص بديت غبل غبل. واخا نجاوبو ان شاء الله على سؤالك. شكرا ليك لاله نعيمه، تواصلتي معنا من قنيطره وان شاء الله نتمنوا لك الصحه والعافيه ليك ان شاء الله وللجميع. تفضل استاذ الحليمي. نعم هو فعلا بالنسبه للاخت هضرت اولا النقط اللي هضرت عليها، احنا بالنسبه لنا حنايا انا كنقولوا دائما احنا الدور ديالنا شنو هو؟ الدور ديالنا هو كنوريو داك لي بيست، واخا كل واحد كنشدو بحال واحد السيد قاطع في الطريق كنشدو له في يدو كنشدو جهه اليمين وجهه اليسار باش تكون جايه شي سياره من جهه اليمين وجهه اليسار وكنقطعو وكنوريو الطريقه كيفاش يقطع بها، وهو من بعد كيكمل الدار ديالو. لان احنا الفضل كيرجع لنا الفضل الاول الله، والفضل بسيط لان ما غاديش الناس هما اللي كيكونوا في المطبخ ديالهم، والناس هما اللي كتكون العزيمه ديالهم، وهذا الشيء هذا الا كانت قوه تحس بها اولا خصها تشكر الله سبحانه وتعالى وتشكر راسها لان هي اللي دارت هذا الانجاز هذايا، والحمد لله راه حتى انتم عندكم نصيب في هذا الشيء. الوغ لما نتحدث عن علاش سولت انا على التوقيت، لان في الجسم ديالنا الخليه اللي هضرنا عليها واللي كنهضروا عليها اليوم هي خليه قائمه بذاتها. احنا ملي كتكون عندنا شي محاضرات وخاصه لما كيكونوا الاخوان المهندسين الخليه كنخرجوا منها الهندسه. الوغ انا شخصيا ملي كتكون مثلا محاضره وكيكون فيها بزاف ديال الناس على حسب كل واحد، يعني كنسولوا الناس كل واحد التخصص ديالو، ومن ذاك الخليه في ذاك المومون بالضبط حصريا كنخرجوا الفائده. مثلا لان الخليه هي خليه واحد سيتوبلازم واحد نويو واحد ميتوكوندري ولا المتقدرات، كنخرجوا منها كيفاش لا جيستيون، كيفاش الله سبحانه وتعالى عطى ذاك الاداره اللي كاينه في النواه قريبه لذاك الميتوكوندري قريبه الريبوزومات كيفاش. وبالتالي هذه الخليه
الاقل اللي خاصنا نفهموا عليها هي انها واحد المختبر قائم بذاته كيشتغل في واحد التوقيت بواحد الظروف بواحد المواد، وبالتالي هذه الظروف وفي واحد التوقيت. علاش قلت انا الاخت التوقيت ديال الوجبه اللي كتاخذ؟ لان تجرب غادي هاد لو جو اللي كديروا غادي تحيدوا من 6 ل 8 غادي تولي ديروا جيست ورا في الفجر، ورا من تصلي الفجر ديروا ورا الفجر. علاش؟ لان الرسول صلى الله عليه وسلم خدا السنه النبويه التمر زائد الماء، ولكن ماشي في الفتره، شوف الفتره ديال الفجر ماشي في الفتره ديال 6 ل 8. علاش سولتها انايا؟ لان 6 ونص كيكون تفرز واحد الهرمون سميتو الكورتيزول. شوف الله سبحانه وتعالى من نعمه الله. انا غادي نقول واحد النقطه الناس يكونوا كيردوا لها البال. بعض المرات كي كتنوض، كاين الناس اللي كينوضوا في الفجر كيكون فيك الجوع، الانسان ممكن يصلي وفيك الجوع ما كتاكل والو. كاين اللي كيعاود ينعس، الا عاودتي نعستي وفقتي كتفيق شبعان، وهذا الشيء هذا كيوقع يعني مرارا وتكرارا. علاش كتفيق شبعان؟ لان من 6 ل 8 وان كل شيء خلقناه بقدر، الله سبحانه وتعالى كيفرز واحد الهرمون سميتو الكورتيزول. هاد الكورتيزول كنسميو حنا ايبر غليسيميون. علاش؟ لان كتكون دوزتي داك المده طويله ديال النوم، خاص لان واحد الحاجه اللي الجسم كيعطيها اهميه هو الاعضاء كامله هي الدماغ. الوغ باش الدماغ يشتغل في الصباح الله سبحانه وتعالى عطاك الكورتيزول. الوغ كل ما خديتي وجبه ويكون تمر وماء في الفتره ديال الفجر قبل 6، قبل 5 ونص، قبل 6، كتكون اقتصدتي على الجسم ديالك داك افراز الكورتيزول، وكتعطي الجسم ديالك واحد التوازن، وبالتالي كتكون طلعتي لا غليسيمي. الوغ الكورتيزول كيخدم بالغيترو كونترول، معناته بالجواب، يعني كاين السكر في الجسم، يعني سي با رابيل انه يفرز السكر في الجسم، وكتقتصد وكتحافظ على واحد العضو سميتو الغدد الكظريه لي غلون سورينال. شوف هذه السنه النبويه سبحان الله شنو كان فيها من اعجاز. وبالتالي بين 6 و 8 ما تشربوش ما تشربوش. الوغ تشربوا مباشره ورا الفجر وغتلاحظ واحد 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 التغيير، لان المعده ما هي الا تجمع خلوي، والخليه عندها الكرونو بيولوجي ديالها او لما يسمى بالريتم سيركاديان او لو سيكل سيركاديان. نعم نمشيو هذه المره بعد نعيمه من قنيطره باش نتواصلوا هذه المره مع خديجه على الخط معنا من مدينه اكادير. اهلا بك خديجه. خديجه صباح الخير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. الحمد لله خديجه. لاباس بخير. الحمد لله. دكتور الحميمي لاباس عليك؟ ربي يخليك. شكرا لاله. ربي يخليك. الله يجازيكم على بخير على هذه البرامج كلها ديال ميدراديو. يا رب. كلهم برامج مفيده والحمد لله استفدنا معكم بزاف. مرحبا خديجه. اختي واخا غنسول واحد الموضوع، واحد السؤال خارج على الموضوع. واخا مرحبا. اختي انا عندي واحد جوج وليدات تويمين. ايه. وواحد تبارك الله كيبان فاخر وداك الشيء، والاخر ضعيف وناقص شويه. وحتى في الماكله واحد تبارك الله كياكل والاخر شويه ناقص. واللي شافت كيقول لي راه ضعيفين، ضعيف هذاك واحد فيهم. ايه شحال في العمر ديالهم خديجه؟ الحمد لله عندهم دابا 4 سنين ونص. ايه. وانا الحمد لله كنعطيهم في الصباحيه اللي كان طيب لهم الحسوه ديال الشاي هذا بلا حليب بلا والو. وكان يعني في الفطور كنعطيهم اتاي الحمد لله، نقصنا السكر بزاف والملحه وكل شيء داك الشيء نقصته. وهذا وكنعطيهم الشريحه الزبيب التمر يد اللي كل نهار واخا غير وحيده كنعطيها لهم في الصباح، كنعطيهم زيت العود. يعني الحمد لله كل شيء، والماكله ديال الزنقه يد اللي حابسها عليهم ما كنعطيهمش الماكله، يعني بيمو داك الشيء ديال بيسكوي. نعم بيسكوي داك الشيء كلشي الحمد لله ناقصه عليهم. واخا عطاك شنو شحال السن ديالهم؟ 4 سنين ونص. شحال الوزن ديالهم؟ ما عرفتش. المهم مع شحال هذا ما بقيتش عبرتهم، ما عرفتش. نعم. امتى اخر مره عبرتيهم خديجه؟ اخر مره شحال تقريبا؟ في الجلبه ديالهم ما عرفتش، ما عقلتش بالضبط. في الجلبه ديال 4 سنين في اش من جلبه؟ في لا في الجلبه ديال الاخرانيه ديال عامين. ديال عامين؟ نعم. ديال عامين ونص وقيله ولا ديال عامين؟ واخا واخا خديجه ان شاء الله نجاوبوا على السؤال ديالك. شكرا لك تواصلتي معنا من مدينه اكادير. فخديجه واحد النقطه اللي ربما الاسر المغربيه اللي فيها التوام استاذ الحليم، هذا المشكل راه ماشي غير عند خديجه، جل الاسر المغربيه اللي كنلقاو فيها التوام سواء كانوا وليدات ولا بنيتات ولا وليد وبنيته، كنلقاو هذه المساله ولا هذه النقطه حاضره. علاش واحد الوزن ديالو والطول كيبان لنا عادي وواحد كيبان لنا ناقص؟ نعم هو فعلا يا قالت الاخت ان السؤال خارج على الموضوع، بالعكس هو السؤال في صلب الموضوع. الموضوع فعلا الا كان شي سؤال في صلب الموضوع هو هذا السؤال هذايا. الوغ كاينه دراسه دارت في فرنسا
وباش كيبينوا على البصمة ديال الكائن البشري. خداو واحد التوأم، توأم واحد التوأم، هما جوج ديال 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 البنات، واحدة عاشت في إسبانيا واحدة عاشت في المكسيك، ومن تزادوا دوزوا واحد المدة. ألوغ من بعد ما دوزوا واحد المدة طويلة بقات حاجة واحدة كتجمعهم، هي الصورة، الشكل ديال الخارجي، ولكن الشكل الخارجي من بعيد. ما إلا زيدا قربنا وشفنا لابو وشفنا الجلد وشفنا هذي لقاو واحد التغيير. واحد وحدة فيهم تبعت واحد نظام غذائي جيد، حياة جيدة، بواحد تبعت المسار البيولوجي ديالها. الأخرى العكس، ألوغ لقاو فرق كبير جدا. وهنا البصمة ديالنا، اش قلت أنايا، اش كنقول أنايا، ألوغ جسم الإنسان هو واحد المطبعة. أنا كنقول دائما ما تكتبه بتصرفاتك تطبعه جيناتك. ألوغ الجينات ديالك هي اللي كتطبع. بحال ياش المثال، مثلا الناس ديال الانفورماتيك، جوج الناس شراو حاسوب نفس لا مارك، نفس المنتوج، نفس الديسك دور، نفس الميموار، نفس البروسيسور، نفس لا فيتاس، نفس كلشي. يعني ماركه مثلا ديال واحد الحاسوب نفسه، نفس الحاسوب. كاين واحد اللي انستال فيه لونتي فيروس، كاين واحد اللي دار له لونديلور باش الا مشى الضو ما تحرقلوش الكارت ميرو، ما تحرقلوش البروسيسور. كاين واحد اللي كيدير له لا مينتونس، كاين واحد اللي كيدير له النيتواياج ديال الديسك دور، كاين واحد اللي كيغافريشي داك الميموار ديالو، كاين واحد اللي كينظم داك الملفات وكيستعملوه في الدراسه في الحياه العمليه. لا الاخر عنده ما كاينش لونتي فيروس، الوغ هما لي فيروس غادي يدخلوا. الملفات عنده مبعثره، التيار الكهربائي عنده مربوط نيشان، نهار يجي التيار الكهربائي مجهد غادي تحرق له البروسيسور، غادي تحرق له الكارت مير، واخا محطوط في واحد البلاصه اللي فيها غبار وفيها هادي، كيدخل شي مواقع اللي فيها فيروسات، واخا الوغ عنده كيشتغل بزاف وما كيديرش المانتونس، عنده واحد التراكمات اللي كنسميو ديال لي فيشي، اللي كنسميو حنا لي فيشي طومبوغيغ. الوغ هنا نفس الحاسوب، ولكن فين غتكون الكفاءة؟ غتكون عند الحاسوب الأول وعند الشخص الأول. ألوغ نفس الحاسوب، نفس الماركة، نفس الديسك دور، نفس الميموار، نفس البروسيسور، ولكن ماذا تغير؟ تغير في الطريقة ديالنا التعب، هذا هو الجسم ديالنا. صورة أخرى، كاين الناس مثلا تاخذ السيارة، كاين الناس يشريو نفس السيارة، نفس الماركة، في نفس اليوم، نفس المنتوج، واخا نفس المنتوج بنفس المواصفات، واخا باقا السيارة باقا دوبل في، واخا نفس الإصدار، نفس الجيل ونفس الماركة. كاين اللي كيدير الزيت الجيدة، كاين دابا الزيت اللي كنسميوه حنا الزيت المغناطيسية، علاش؟ لأن الزيت المغناطيسية إن شاء الله إلا كانت فرصة راه عندنا تاثر في الجسم ديالنا، علاش؟ الحديد، الحديد ممغنط، علاش؟ أن الله سبحانه وتعالى الحديد في الدم ديالنا، لأنه هنا اكتشفوا العلماء، لأن الغريب اكتشف هذه الأشياء هذه، لقاو بأن الحديد ممغنط، حتى الزيت دابا ديال الموتور ديال الطوموبيل ولاو كيصاوبوا الزيت ممغنطة وفيها واحد الإعجاز كبير بزاف. كيدير الماء، مي كيدير الماء كيدير، الناس كيعرفوا الإخوان كيدير لونتيجين، كاين واحد الصيانه كيبدل الفلتر ديال الريح ديال المازوط ديال الزيت، كيختار الطريق اللي غيمشي عليها، العجلات مره كيبدلهم. الشخص الاخر عنده السياره نفسها زيت عاديه، ماء عادي، ماء اللي فيه اللي كنسميوه حنا بالدارجه ديالنا الكالكير، الوغ كيولي كيخنق داك السعر الرادياتور. كينسى هذه كيمشي فيها في لا بيست، كيمشي في البيستا، الوغ كيمشي وهذا الشيء هذا كامل كيعطي، والعجلات كيكونوا عيانين، الوغ كيعطينا واحد الاستهلاك ديال داك المازوط بواحد الشكل كبير. نفس السياره ولكن من يختلف؟ يختلف المالك ديالها. نفس الحاسوب ولكن من يختلف؟ يختلف المالك ديالها. نفس الجسم التوام ولكن من يختلف؟ يختلف المالك ديال هذا الجسم هذا. الوغ نفس التوام، وحده عاشت في المكسيك وحده عاشت في اسبانيا، الاخرى ظهروا عندها امراض، الاخرى ما ظهروش عندها امراض. هنا سي ليكسبرسيون ديال لو كود جينيتيك، باش اهم حاجه لو ستريس، علاش بدينا بلو ستريس، والتغذيه والحياه اللي كنعيشوا فيها، وهادو ما عوامل اساسيه. وبالنسبه للاخت النقطه اللي كتالوغ الاطفال ديالها 4 سنين ونص، يعني 17 كيلوغرام 18 كيلوغرام، هذا الوزن العادي بالنسبه للاطفال اللي عندهم 4 سنين ونص، ملي كتوصل 5 سنين كتولي 20 كيلوغرام هو الوزن العادي. عافاكم بعدوا على المساله ديال الناس كيقولوا، الوغ حنا في المغرب عندنا هاد الفيروس هذا، الوغ الناس كيقولوا، الوغ الناس غيقولوا سواء كانت هكا ولا هكا،
ونتاكد بان الناس الوغ نحيدوا هذا المساله من الثقافه ديالنا الوغ تعيش الحياه ديالها مزيانه. انا كنقول الا كان هذا الطفل ولا الطفله الصغير الا كان عنده تحاليل طبيه مزيانه الوغ بالعكس ما عندهاش تخاف. نقطه اخيره للسؤال اللي كان قبل ديال الاخت قالت انها كتضيف العنب بالعظم ديالو. نعم العظم فيه بيكلوكوجينول، هذا احسن مضاد الاكسده موجود في الطبيعه، اقول موجود في الطبيعه كامله ولكن خاصو تطحن. زائد العنب فيه ريزفيراترول، ريزفيراترول من المواد اللي هي مواد رائعه ومواد اللي هي مضاده للجذور الحره واللي كنحتاجوها في ليبيجينيتيك واللي كنحتاجوها باش كنقللو من الستريس اوكسيداتيف ديال الخليه وكننقصو من الخل من لي غاديكوليبر، لان لي غاديكوليبر مصطلح جذور حره، جذور حره هي حره قابله انها تفيكس على الخليه ديال الكبد وتعطيك سرطان الكبد، قادرة انها تفيكس على الخليه ديال البنكرياس ويكون عندك سرطان البنكرياس المعده. وبالتالي كل ما قاوم من الجذور الحره باش كنقاوموا الجذور الحره فقط وبدون استثناء الاغذيه الطبيعيه، فقط اقول فقط الاغذيه الطبيعيه بدون استثناء، ولكن فقط الاغذيه الطبيعيه الوغ بالعكس التوأم الوغ ديالها نتمنى ولا ان شاء الله تكون ذريه صالحه، ولكن اقول ولكن نديروا البصمه ديالنا في الاطفال ديالنا باش بالتغذيه الجيده، لان حنا اللي كنتحكموا لهم في النظام الغذائي ديالهم. انا سؤالي دائما بخصوص ذاك العظم ولا النواه ديال العنب. نعم. استاذ الحليمي واش هنا تكلمتي على انه خصها تطحن، واش ضروري خصنا نستعملوا مثلا الخلاط او لا الانسان غير بالمضغ؟ نعم بالمضغ، لان الا لاحظوا الناس العظم ديال العنب كيكون حرش. نعم وكتكون فيه شويه حتى واحد المذاق ديال المروره نوعا ما. كل ما هو مر هو دواء. نعم. الانسان اللي كيبغي يصاوب هذا الشيء لان كاين صوبوها في المختبرات وكتباع في لي فارماسي دابا هذا مضاد الاكسده، ولكن شوف الله سبحانه وتعالى العظم ديال العنب عطاك واحد جوج ثلاثه ماشي بزاف، لان ديك الماده فيها اوكزالات والاوكزالات ممكن ديرنا العديد من المشاكل. الوغ ان كل شيء خلقناه بقدر، مي كتاخذ ذاك العنبه كتاخذ الفريق العمل، لان انا كنا هضرنا في الحلقه العام اللي فاتت الحلقه ديال العنب قلنا العنب مقسوم على ثلاثه، الفائده الاولى في القشره، الثانيه في اللب ديالو، والثالثه في العظم ديالو. الوغ هاد الثلاثه كاملين فيهم فريق العمل ديال العنب، الوغ العنب عنده فريق عمل منه العظم. الوغ العظم نعضو لسناننا ماشي مشكله، الوغ نمضغو مزيان، لان كما قلت انا السنان راه ماشي الله سبحانه وتعالى عطاها لنا ماشي غير باش نتصوروا بهم، ولكن باش نمضغوا بهم وتكون مضيغ بهم بطريقه. وعندنا سته، عندنا سته ديال الغدد كتسكريتي لنا اللعاب، يعني تقريبا واحد ان لتر ديال اللعاب في النهار راه ماشي سهل. وبالتالي نعطيو اهميه لنا المذاق هو المضغ، كل ما مضغتي الا فوتي 30 مضغه عاد كتحس بالمذاق ديال الغذاء، واخا الا تتفوت 30 مره وشكون اليوم كيمضغ 30 مره. الوغ العظم فيه البيكلوكوجينول، فيه العنب، فيه الغيزفيغاترول، الوغ هذه الماده اللي هي ماده مضاده للاكسده ومضاده للجذور الحره، نمضغوها فقط. انا قلت هو كيكون حرش العكس ديال العظم ديال 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 التفاح. العظم ديال التفاح كيكون رطب، علاش؟ لان الجسم خاصو يتخلص منه، ولكن العظم ديال العنب انا كنقول للناس اللي كيديروا انتاج ملي تمشيو تشريو حنا عندنا العرض والطلب، قولوا للمنتج انا خصني الزبيب يكون بالعظم، ما عندوش اليوم ولكن غادي يجيبو، والمنتج غيولي، لان كون يعرفوا الناس كيفاش كيحيدوا العظم ديال الزبيب بالطريقه الكيميائيه راه الانسان ما ياخذش هذا الزبيب هذايا. الوغ الزبيب خليونا الزبيب ديالنا مغربي يكون بالعظم ما فيها بس. نعم نعم غادي نمشيو هذه المره للسؤال وصلنا عن طريق الاس ام اس استاذ الحليمي من عند ام سامي، كتقول انا عندي وليد دابا في العمر ديالو 50 يوم، المشكل اللي عنده حسب قالت انه البيدياتر اللي متبع الحاله الصحيه ديالو قال لها عنده مشكل ديال الغازات على مستوى المصارن، فقال دابا مؤخرا ولا كتحس بانه الوليد كيتعصب بزاف، كتحس بيه يعني حتى بالتعابير ديال الوجه ديالو لما كتشدو بحال الوجيعه، وقال تقريبا ولا على هذه الحاله على الاقل واحد 7 ولا 10 ديال المرات يوميا وهي كتشوف هذه الحاله في ذاك الوليد، فبغات شي نصيحه منك. قالت على انه حتى الثدي ديالها ولا كيرفض انه ياخذه. نعم هو اولا بالنسبه للغازات عند الاطفال كتكون بنسبه بسيطه، كتكون ولكن بنسبه بسيطه، علاش؟ لان عندنا واحد السكر في الحليب سميتو السكر اللاكتوز، والسكر اللاكتوز الا كان الطفل ما عندوش واحد الانزيم يعني بواحد الدرجه كبيره اللاكتاز، وهذا النظام الغذائي اللي ولا دابا عند الام، لان الام ما يصل الى معده الام يصل الى معده الطفل واذا حليب الطفل، وبالتالي الا غنفكروا في الحليب ديال الطفل خاصنا نفكروا في التغذيه ديال الام، وهادشي اللي ما كنديروش. واخا الوغ نفكروا اولا في التغذيه ديال الام، لان الام خاصها تاخذ اغذيه اللي كتعطينا غازات، ما كاينش غذاء فيه غازات، كاين غازات هي نتيجه
ديالش ديال واحد النظام الغذائي اللي هو نظام غذائي مبعثر اللي فيه مقليات فيه حلويات وفيه هاد الاشياء هادية. الالم فعلا كيكون هاد، ما عرفتش انايا واش الاخت مازال النظام الغذائي ديالها واش، لان خاصنا العديد من النقاط باش نقولوا، ولكن الغازات بصفه عامه اذا كان مازال كيرضع التغذيه ديال الام ديالو، التغذيه ديال الام مهمه بزاف. إذا كان خدا شي حاجة أخرى خاص ياخذ ياخو يكون أغذية اللي هي أغذية طبيعية. أما باش نقولوا نحكموا على الحالة وحنا ما عندناش النقط اللي خاصنا نركزوا عليها ما نقدروش، ولكن الغازات أنا كنقول ماشي حالة هي، حال العديد من الناس، غير أن كاينين الناس اللي كيمشيو ياخذوا بعض الأدوية المقاومة للغازات. عافاكم هادشي بلاش، الله يجازيكم بخير، هادشي بلاش الأطفال بلا ما ندخلوهم في هاد الدوامات هذه. هذيك الآلام اللهم آلام ديال هاد الأشياء هادية، ولا الآلام ديال شي حاجة أخرى من بعد المضاعفة اللي كتكون من بعد. أنا اللي غادي نقول ما يكونش السبب أنها تخلى على الرضاعة، غير هي إذا كانت كترضع تاكل مزيان، لأن الأكل ديالها هو اللي كيتحكم في هذا الشيء هذا. نعم، نمشيو للاس ام اس من عند عبد الحميد أستاذ الحليمي، كيقول شكرا لكم على هذا البرنامج، الحمد لله العائلة كلها كتستافد. وكيسولك قال الحالة اللي عندهم هما في العائلة أولاد العم ديالو ثلاثة كلهم يعني جاو مصابين بالشلل، يعني كلهم مقعدين. قال هو عارف على أنه يعني أولاد العم ديالو كان حتى زواج الأقارب، يعني الأب والأم. فكيسولك أستاذ الحليمي واش كان هذا هو السبب الحقيقي ديال أنه دوك ثلاثة ديال الوليدات كلهم جاو مصابين بالشلل؟ نعم، هذا قدر الله ما شاء فعل، ان هذا الخلق ديال الله سبحانه وتعالى ما نقدروش نعرفوا، ولكن زواج الاقارب كيعطينا هذه المشاكل، ومنها كيعطينا هذاك المرض اللي كنا هضرنا عليه لو فافيزم، اللي كيكون ناقص واحد الهرمون، واحد الانزيم سميتو جي 6 بي دي. كيكون مشكل في الدم، والاطفال ممكن يوصلهم من ترانسفيزيون على ود هذا زواج الاقارب هذا. نعم، هنا الجينات، اذا الجينات هنا لعب دور استاذ الحليمي في زواج الاقارب. نعم، هو باش الناس يفهموا الجينات كيفاش. الجينات بحال واحد الطاس ديال التراب، كتشد داك العجينه ديال التراب وكتصاوب داك الطاس، واخا كتصاوبو وكديه للفران يطيب. الوغ داك باش كنصاوبوه هو التركيبه، داك التركيبه ديال الطفل ولا ديال الجنين ملي كيكون في البطن ديال الام ديالو، حنا كيلعبوا الجينات كيبدا الوغ التكون. علاش الطفل ولا الجنين كيوصل حتى لتسع شهور عاد كيتزاد؟ لان كيكون كيتكون بحال الناس المستمعين يتخيلوا بحال واحد الطاس ديال التراب شادين فينا كنصاوبوه بيدنا، باقا داك العجينه باقا رطبه باقا ما يبسات، كنصاوبوه حتى كيوصل لواحد المرحله. الوغ الله سبحانه وتعالى كيقدر هذاك المخلوق حتى كيتصاوب ويوصل تسع شهور، مي كيتزاد كيتزادوا معاه داك الجينات، ما بعد الجينات حنا اللي كنتحكموا فيه. يعني داك الطاس مي كنصاوبوه وندخلوه للفران ويطيب، هذاك مي كيخرج حنا واش نشرب فيه ماء اولا نعطيوه الناس يشربوا فيه خمر واشياء اخرى، كيبقى داكشي انت الوظيفه ديال داكشي انت اللي كتحكم فيها. ولكن الطبيعه الجينيه من الخلق كتولي هذيك الطبيعه الجينيه ما كنهضروش عليها، حنا كنهضروا ما بعد الولاده، داك لاكسبرسيون ديال التعبير. لان انا نعطي غير مثال، مثلا الخليه السرطانيه اللي غادي نهضروا عليها، هذه فقط مقدمه باش انا نهضروا على الخلايا السرطانيه ان شاء الله، باش نهضروا على السرطان لان كثرت عليه الهضره بزاف، مع العلم ان شي حوايج ما كنقولوهاش. الخليه السرطان شنو هو؟ بحال واحد المدينه كنشوفوها من الفوق راكبين في الطياره وكنشوفوا المدينه من الفوق. الوغ كل مره طلعنا كنشوفوا التوسع ديال ذاك المدينه. الوغ من الفوق كتبان نقطه ولكن كتوسع. الوغ هذيك المدينه هي الخليه السرطانيه. ولكن ملي كنهبطوا في وسط المدينه كنلقاو الشوارع، كنمشيو لواحد الاداره، داك الاداره هي اللي كنلقاو فيها هاد المدينه فين غتوسع لي بلون ديال المدينه، كيفاش البني، كيفاش هادي. الوغ كاينه حياه قائمه بذاتها، هادي هي الخليه السرطانيه. ملي كندخلوا لوسط لذاك الجينوم ديالها ولا ليبي جينوم الى صح التعبير، كنلقاو بان داك التعبير ما هو الا تعبير راجع لشنو؟ راجع لذاك التغذيه اللي كنعطيو للجسم ديالنا باش كتكون هاد الخلايا السرطانيه. كاينه عند الكائن البشري كامل، ولكن واش انت كتفيقها ولا كتخليها ناعسه باش بداك اون اوف فين عندك؟ عندك في التغذيه ديالك، وعندك في نمط العيش ديالك، ومنه لو ستريس اللي بدينا به الموسم، ومنه التغذيه اللي غادي نركزوا عليها ان شاء الله باذن الله. نعم. ام جهيد كتسولك استاذ الحليمي انه عندها زوج ديال الوليدات، قالت على انه الدات ديالهم كامله عامره بدوك الخالات او دوك الشامات. نعم. كيف ما هما معروفين، فهي كتسولك واش هذا الامر كذلك عنده علاقه بالجينات او لا. فقالت على انه ما تصوروش انه الوليدات كاملين الدات ديالهم من الفوق حتى لتحت، خصوصا على مستوى الوجه ديالهم. نعم، هذيك الخالات ما تخافش منهم. نعم. علاش؟ لان الا كنت شفت راه كاينه واحد الدراسه، ودراسه موثوقه على هاد الشامات، هادوما هما عباره عن نهايات ديال الخليه
بالعكس هما الدراسه اللي خرجت بان هذوك الناس اللي عندهم هاد الشامات عندهم واحد العمر بيد الله، ولكن عندهم واحد ليسبيرونس دو في كبر، يعني واحد الامد الحياه اللي هو كبر، وبالتالي هو امل وليس الم، لان العديد من المعلومات كنسمعوها بانه سرطان ولا حميد ولا ماشي حميد وهذه الاشياء هاديه، بالعكس هذا خلق الله، يعني الله سبحانه وتعالى هو اللي عطى هذه الاشياء هاديه، ما نخافوش من هذه الاشياء هاديه، نخافوا من داك الشيء اللي كنديروا حنايا. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا، اما داك الشيء اللي جا من عند الله سبحانه وتعالى ما نخافوش منه، لان الله سبحانه وتعالى اعطى البنيه وعطى الوظيفه في اقصاها، لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم، والله سبحانه وتعالى والسماء رفعها ووضع الميزان، نقدروا شويه نقدروا نغلطوا في التوازن، ولكن عافاكم ما نغلطوش في الميزان. نعم. هو سؤال طريف استاذ الحليمي، ولكن انا غنسولو لك، هو سؤال من عند بهيجه كتسولك استاذ الحليمي على نسب الجمال لاي حد عنده علاقه بالجينات. نعم. هو الجمال حنا كيفاش كنشوفوه؟ لان الله جميل يحب الجمال، واللي خلق الله سبحانه وتعالى الوغ الجينات ديالنا. نعم. الجينات بالمناسبه الجينات ديالنا هما اللي كيتحكموا في درجات الرائحه اللي كنشموها، هما اللي كيتحكموا في البصر ديالنا، هما اللي كيتحكموا في الطريقه اللي كنشوفوا بها الامور. الوغ الجمال شنو هو؟ ما هو الا ترجمه ديال واحد الكاس عامر، كاين اللي كيشوف الكاس نص العامر، كاين شي اللي كيشوف نص الخاوي. الوغ شي حاجه خلقها الله سبحانه وتعالى، الوغ الناس اللي شافوا التغيير الوراثي كتشوف واحد الغذاء النفس ديالك كتشمئزلو، عرفت علاش؟ لان هذاك تخليق. اما ملي كتشوف خلق الانسان هذا مفطور، يعني فاطر السماوات والارض، عندنا سوره في تسميتها سوره فاطر، لان الله سبحانه اللي خلقه. الوغ الجمال حنا اللي كنشوفوه بالوسائل اللي عندنا، الوغ الا شفتي الانسان، ولما نتحدث عن الانسان، لكن لما كنشوفوا الانسان، لان الوظيفه ديال ذاك اللي كنشوفوا الخنزير، الا عطيتي الطفل صوره ديال الخنزير والصوره مثلا ديال البقره غيمشي لصوره البقره، علاش؟ لان الخنزير الجينات ديالنا حنا الفطره ديالنا رافضه هاد الهد، وبالتالي الا كانت الوغ مي كتشوف شي حاجه جميله معناتها انك انت كتقراها باش بدك ديكسيونير ديال الجمال، الا شفتي شي حاجه خايبه انت كتقراها بداك الديكسيونير ديال الوغ. حنا اللي كنتحكموا في داك الصوره اللي كنشوفوا ماشي داك الشخص هذاك، وبالتالي الجمال هو الجمال ديال الله سبحانه وتعالى، والله جميل يحب الجمال، واكيد اي حاجه في الجسم ديالنا الذكاء وهذه الاشياء كلها ولا داك الشيء اللي نقدروا نتحكموا فيه حنايا، لان شوف من رحمه الله ان الله سبحانه وتعالى عطينا كل شيء في يدنا، واخا الوغ مي كيتخلق الانسان الصحه المرض الذكاء كل شيء في يدك، ولك أن تختار أن تعيش مع مجتمع، ولك مجتمع أن تحاكي مجتمع النحل أو تحاكي مجتمع الذباب. نعم. ألف شكر لك الأستاذ محمد الحليمي أخصائي التغذية الصحية والحمية العلاجية، أكيد أنه موعدنا معك غادي يكون يوم الجمعة المقبل، كنذكركم الأوفياء على أنه مرتين في الأسبوع كيكون موعدنا رفقة الأستاذ محمد الحليمي أخصائي التغذية الصحية والحمية العلاجية كل يوم اثنين وكل يوم جمعة من خلال برنامجكم صحة وسلامة. ما تنسوش على أنه موعد جديد مع موضوع جديد دائما كيهم الصحة والسلامة ديالكم، تسناو في الحلقة ديال غدا. لكم أطيب ورق تحية من عفاف ماجد، كانت معكم وراء الميكروفون وفاء فائز فوندا رفقتني في الإخراج، وسميحة كانت استقبال مكالماتكم. بداية أسبوع موفقة ومكللة بالنجاح إن شاء الله، كنتمنوها للجميع. صباح سعيدة، إلى اللقاء.